شوف، هو الحكمة والعقل ودائما التصرف براحة وبتمعن يخليك أنت دائما تعطي قرارات سليمة. ولهذا السبب احنا يعني نصيحتنا الكابتن عدنان درجال هو من يعني صراحة إذا أنت تعمل وعندك أشياء جميلة تصير عندك في عملك، إذا كانت بطولات أو أي موضوع إن كان، فأنت المفروض أن تكون سعيد دائما وتقدم أفضل ما عندك. صح، كل إنسان يعمل في منظومة أو في نادي أو في أي مكان لازم يكون هناك أخطاء، هناك ناس ضدك، هناك ناس معاك، يعني كثير من الأخطاء اللي تطفع على السطح. فإحنا ما كنا نتمنى يعني صراحة، لأنه الكل موجود، هو يعني إذا مو نجم فهو لاعب قدم للكرة العراقية وخدم الرياضة العراقية، فما ممكن أنه تطلع يعني هكذا أمور في منظومة مهمة كمنظومة اتحاد كرة القدم اللي هي تعنى بالتخطيط وإقامة المناسبات في كل السنين اللي يخوضوها من خلال تسنمهم المناصب. فاليوم احنا نتمنى أنه يكون هناك هدوء وهناك حوار بناء يخدم الرياضة العراقية، لأنه أنت تعرف هسه يمكن أي شيء يصير هسه باللجنة الأولمبية يعني ما حد يعير له أهمية، لكن اتحاد كرة القدم ويعني هي أصلا يسمى بجمهورية كرة القدم، إذن الأنظار كلها مسلطة عليها. يعني صح. اليوم احنا نشوف بعض القنوات مع الاتحاد ضد الاتحاد، الإخوان أيضا الإعلام، يعني هاي ما جت من فراغ، جئت من يعني أشياء ممكن إنه الواحد يقعد. يعني إحنا إذا تذكر بالسنين الماضية ما كانت هاي الأشياء تطلع، يعني لا أكو يعني عركات، لا أكو مثلاً سب وشتم، يعني أشياء وتطلع لل يعني أنا عملت مدير منتخبات بالاتحاد ما صارت مشاكل عركات توصل إلى حد الضرب، ما ممكن. يعني الإخوان يعني بحكمتهم بصداقتهم، يعني احنا نتمنى انه الكابتن عدنان درجال والاخوان يكون يعني اصدقاء اخوه، يعني عمل اصدقاء تصير كل شيء بيها.